في أول تصريح لها بعد فوزها بجائزة الموسيقى العالمية قالت نانسي عجرم: ثالث مرة باخذ هيدي الجائزة، أنا شخصيا بدي أقدمها للفانز، لأنه لو ما من محبتهم لإلي وتقديرهم لكل الأعمال اللي عم أقدمها يمكن أنا ما كنت أخذت هيدي الجائزة، فهلا إلهم وبدي أقول لهم مرسي على محبتهم لإلي ومرسي لأنه بحبوني، وإن شاء الله دايما نقدر أقدم لهم الأعمال الحلوة اللي بتليق فيهم. انبسطت كتير إنه حلو لما تقدم عمل بتحس إنه بالمقابل في مكافأة لهالعمل عم بتقدمه. انبسطت كتير بوجود كارول سميحة كمان معي، كمان يعني صاروا شخصين فنانتين من لبنان بنفتخر فيها كمان، وبدي أقول لها ألف ألف مبروك. مش فرق كتير في قربك زي في غيابك، هتفرق ايه سنين وانا عايشة بعذابك، وقفت معاك وعمر ما قلبي يوم سابك، وفي الآخر ما قدرتش ولا وعن عرض كليبها مش فرق كتير في الصلاة السينمائية قبل شاشات التلفزة وهي سابقة من نوعها، قالت نانسي: صار الاتصال مع سعيد وهو اللي يعني رحبنا كلنا بالفكرة، وكتير اخد سكسي، والكل كانوا عم بخبروني قبل ما ينزل على تي في، الناس اللي عم بيكونوا بالسيني كلهم عم بيتلفنوا لي يقولوا لي عن الكليب. مبسوطة. وعن جديدها: صورت آخر كليب مع أنجي جمال أغنية يلا، بس ما رح ينزل هلأ مش فرقة كتير اللي هو من إخراج سعيد المروق، هلأ كتير حابينه الناس. بحب إجمالاً كليبات يكونوا قصة، يعني بتشوف إنه في تمثيل بكل كليباتي.